إحياء للذكرى 65 لأحداث النكبة التي تمثل مرحلة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، انتظمت هذه التظاهرة الثقافية بفضاء المكتبة الجهوية بقفصة. نرى أن أي تغير أو أي انتفاضة وأي ثورة في الوطن العربي ما لم تشمل جزء غالي علينا اللي هو فلسطين فهي مشبوهة. لذلك ننظم هذه التظاهرة تحت عنوان من لم تكن بوصلته فلسطين فهو مشبوه ومتصهين. عديد المداخلات تناولت جوانب مهمة من تاريخ القضية الفلسطينية التي عدها الجميع قضية العرب الأولى، كما مثل اللقاء فرصة لتأكيد سعي هؤلاء لتثبيت فصل بالدستور يجرم التطبيع مع إسرائيل. تبين بالكشف بعد سنة ونصف من التجربة اللي هذه الحكومات جاءت بفرض غربي استعماري صهيوني لتنفيذ مشاريع صهيونية في المنطقة العربية، ولعل أكبر دليل على ذلك هو فضيحة حذف الفصل 27 من الدستور اللي يعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليه القانون. ضرورة دعم خيار المقاومة في فلسطين كخيار لاسترجاع الأرض والمقدسات والوقوف إلى جانب أبنائها الصامدين في مواجهة المجازر الإسرائيلية. نحن من هنا في قفصة نقول أنه خيار المقاومة هو خيار الأمة، وأن تحرير فلسطين واسترجاع الأرض المغتصبة كما يقول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. رسالة كل من حضر هذه الندوة كانت في اتجاه واحد، هو التضامن وبشكل ملموس مع الفلسطينيين وأولى الخطوات تجريم التطبيع والتعاطي مع الكيان الصهيوني. أقل ما يقال فيه، أقل ما يمكن أن تقدم القضية الفلسطينية هي تجريم التطبيع والتعامل مع الصهاينة وإصدار قوانين زجرية تجرم وتعاقب وتحاسب كل من تسول له نفسه التعاطي والتعامل مع دول الصهيوني. من لم تكن بوصلته فلسطين فهو مشبوه ومتصهين، شعارا يؤكد من خلاله المنظمون على أن فلسطين تعد المعيار والمقياس الوحيد لاتجاه رياح التغيير التي تهب على المنطقة العربية.